السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأكارم إلى هذه التغطية الخاصة من قناة الفيحاء الفضائية في محاولة لقراءة أبرز التطورات الأمنية والسياسية في المشهد العراقي بصورة عامة. وسنتوقف اليوم مع بعض المحاور، منها هي نتائج زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى العراق، وخاصة بعد أن اختتمها بزيارة كردستان العراق، وأيضا وصول وفد المستشارين الأمريكيين إلى العراق وأثر وصول هذه المجموعة من المستشارين إلى العراق على تقويم الوضع الأمني، أثر هذا هؤلاء المستشارين على تقديم العون والمساعدة للقوات الأمنية العراقية. أيضا كانت هناك اليوم كلمتان، الأولى للسيد المالكي باعتبار اليوم هو الأربعاء، وهناك الكلمة الأسبوعية للسيد المالكي دائما أشار فيها إلى نقطتين مهمتين، وهي النقطة الأولى أنه الذي يحاول أن يذهب إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني وصفهم بأنها محاولة للانقلاب على الدستور والانقلاب على العملية السياسية، باعتبار أن هذه المحاولة تأتي بعد الانتخابات وبعد إعلان نتائج الانتخابات. وأيضا ركز على نقطة مهمة ثانية، وهي أن هناك بعض السياسيين كان لهم دور كبير في الأزمة التي تشهدها محافظات نينوى وديالى والأنبار وصلاح الدين وديالى. وأيضا هناك كلمة مساء هذا اليوم قبل ساعة ونصف من الآن كانت للسيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، أكد فيها على ثلاث نقاط. أيضا أكد على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة بوجوه جديدة، وركز على موضوعة الوجوه الجديدة، وأيضا فتح الحوار مع من وصفهم بالسنة المعتدلين، وأيضا التعهد بضرورة تكاتف الجميع للذهاب نحو مكافحة الإرهاب في العراق. مشاهدينا الأكارم، هذه محاور وغيرها سنحاول أن نبحثها مع ضيوفي الأكارم الذين سينضمون إلي تباعا. من بغداد المتحدث باسم ائتلاف المواطن السيد بليغ أبو قلل، مساء الخير أستاذ بليغ. مساء النور، اهلا ومرحبا بكم. اهلا ومرحبا بك استاذ بليغ. وايضا ينضم الي من لندن الاستاذ نديم العبد الله الباحث والاكاديمي العراقي، مرحبا بك استاذ نديم. اهلا وسهلا بك. اهلا ومرحبا بك. ومن المؤمل ان ينضم الي هاتفيا من العماره النائب عن ائتلاف دوله القانون الاستاذ محمد الصيهود، وايضا من الرمادي ان ينضم الي بعد قليل ايضا الفريق رشيد فليح قائد عمليات الانبار. مرحبا بضيوفي الكرام، وابدا ببحث هذه الملفات مع ضيفي من بغداد الاستاذ بليغ ابو قلال. اجدد التحيه بك استاذ بليغ. اهلا، ونجدد لكم التحيه ايضا. أستاذ بليغ، برأيك لو توقفنا عند زيارة وزير الخارجية الأمريكي، باعتقادك كمراقب للوضع وكقريب للقرار السياسي العراقي، باعتبارنا السيد كيري أيضا زار المجلس الأعلى والتقى السيد عمار الحكيم، أقول كيف تقيمون أنتم نتائج هذه الزيارة وأبرز ما قدمته هذه الزيارة للعراق؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي ضيفك الكريم وأحيي مشاهدي قناة الفيحاء الفضائية. بداية، حتما كانت زيارة وزير الخارجية الأمريكي ليست زيارة لم يعد لها مسبقا، بل سبقتها عدة محطات وحراك سياسي سابق. كان ابتداء من حراك السفير الأمريكي في العراق إلى ممثل العراق في وزارة الخارجية، وتصريحات الرئيس الأمريكي باراك أوباما حول الوضع في العراق. فكانت لدى هذه الزيارة مقدمات تم تقديمها، تم شرح فيها الموقف الأمريكي بطرق دبلوماسية واضحة وصريحة. طبعا زيارة الوزير الخارجية أيضا لها أهمية كبيرة جدا باعتبار وضع النقاط على الحروف، خصوصا أن لدينا نحن اتفاقية أمنية استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا أن الوضع الإقليمي يشهد تطورات كبيرة باعتبار أن هناك حراك ومران سياسي في الدول الإقليمية، وما تشهده هذه المنطقة من تداعيات أمنية وسياسية كبيرة، سواء في سوريا، في لبنان، في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في تركيا، وعلى جميع الصعد. فجاءت هذه كلها رسائل موحدة ومتطابقة ومتداخلة لغرض الوصول إلى حل حقيقي، وارتكزت على مبنيين أساسيين، أن الحل يبتدئ
حل سياسي يرافقه الحل الأمني. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية واضحة في تصريحاتها ابتداء من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى وزير خارجيتها أن لا يعني لا يقبلون بالتدخل العسكري إلا بعد ضمان وجود حل سياسي يضمن مشاركة الأطراف جميعها. وهذه كانت رسالة واضحة لجميع الفرقاء السياسيين. قبل هذا يجب أن نعرج بشكل حقيقي أن هذه الرؤية هي منسجمة كانت مع رؤية كبيرة وقدمتها المرجعية الدينية العليا قبل أن يقدمها وزير الخارجية والرئيس باراك أوباما في قضية إشراك جميع المكونات وعدم تهميش وإقصاء أي أحد. وقلنا دائما وركزنا دائما نحن في ائتلاف المواطن أن هذا البلد لا يمكن أن يدار من طائفة واحدة أو قومية واحدة، ويجب تشكيل الفريق القوي المنسجم الذي يملك رؤية موحدة قادر على إدارة البلد لأربع سنوات القادمة. هذه النظرية التي نؤمن بها جاءت متوافقة ومتطابقة مع رأي المرجعية الدينية العليا التي قالتها صراحة، ومع الجانب الأمريكي الذي تحدث بها بشكل صريح وواضح. نعم أستاذ بليغ، أيضا هناك رافق هذا الموضوع وصول الوفد المستشارين العسكريين الذي يعني ذكره السيد أوباما في كلمته الأخيرة، وقال سنبعث بما يقارب 300 مستشار عسكري إلى العراق لتقويم الوضع وأيضا لحماية بعض المصالح الأمريكية. أقول ما حجم أو ما تأثير وصول هؤلاء المستشارين على الوضع الميداني بالنسبة للقوات الأمنية العراقية؟ لأن المراقب يسجل أن التقدم ليس بمستوى الطموح في جبهات القتال وفي جبهات المواجهة مع داعش. هل أن الموقف الأمني والعسكري يتوقف على وصول هؤلاء المستشارين، أم أن المسألة يعني تتعلق بالاستراتيجية الأمنية العراقية؟ حتما وصول المستشارين العسكريين الأمريكيين سيعزز من قدرة القوات العسكرية العراقية، القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي. هذا كله سيعززه بوصول هذه الدفعة من المستشارين العسكريين الأمريكيين. لكن قبل أن تعطي رسالة أمنية وصولهم، هي هناك رسالة سياسية، والرسالة السياسية هي أن الولايات المتحدة الأمريكية قبلت أن تدخل هذا الصراع بعنوان كبير وشرط واضح كانت قد حددته سابقا، أنها لا تريد أن تظهر أنها باتجاه طرف دون آخر. فجاء دخولها في هذه في هذا المعترك وإرسالها لمستشاريها العسكريين كرسالة سياسية أن هناك تطمينات حقيقية على الاتجاه نحو مسيرة سياسية حقيقية تضمن الأمن للجميع، وتضمن وحدة العراق، وتضمن المشاركة في القرار بشكل حقيقي. طبعا وجود المستشارين العسكريين سيعني بالضرورة أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم تسهيلات عسكرية كبيرة على مستويين: أولا مستوى المعلومات والاستخبارات، اثنين مستوى القيام بعمليات عسكرية ذات أهداف محددة وواضحة ومؤثرة تستطيع فيها الحد الكبير من قوة داعش المنظمة الإرهابية ومن تحجيم دورها في المنطقة. هذه رسائل مهمة أظن أنه يجب أن تؤخذ بالحسبان. نعم هناك لدينا ضعف وتداعي في المؤسسة العسكرية، لكن الحمد لله بعد أن تولى المسؤولية الآن رجال المجاهدون القدماء الذين للأسف تم استبعادهم في وقت سابق، والدفع باتجاه رجال غير أكفاء ولا يؤمنون بالعملية العسكرية العملية السياسية الجديدة، بعد أن تم استبعادهم جاء هؤلاء المجاهدون الآن ليأخذوا زمام المبادرة على كفاءتهم وعلى قدرتهم ليمضوا إن شاء الله في عملية عسكرية منظمة قادرة على تحقيق النصر بعونه تعالى. شكرا جزيلا أستاذ بليغ. أنتقل الآن إلى ضيفي في لندن الباحث والأكاديمي العراقي الأستاذ نديم العبدالله. أجدد التحية بك أستاذ نديم. شكرا جزيلا، أهلا وسهلا بك. أستاذ نديم، برأيك يعني
الكتل السياسية في العراق هي بحاجة إلى تدخل أمريكي من أجل لملمة أوراقها، أم أن الجميع متمسك بسقف مطالبه وبالتالي تبقى الزيارة الأمريكية في حيز العلاقات الدبلوماسية وفي حيز أيضا التصريحات الدبلوماسية التي لن تؤثر على سقوف مطالب الكتل السياسية، لأنه المراقب يسجل أن الكتل السياسية متمسكة بسقوف مطالبها، وبالتالي هذه الزيارة لا يمكن أن تحرك شيئا في الماء الراكد ما بين الكتل السياسية؟ شكرا جزيلا أستاذ سلام، وتحية كريمة لك ولضيفك الكريم الأستاذ بليغ، وتحية للمشاهدين الكرام. لا شك أن هذه الزيارة، أي زيارة وزير الخارجية الأمريكية كاري، هي ليست زيارة دبلوماسية اعتيادية. فلو نظرنا إلى حقبة أوباما ما بين فوزه في الرئاسة الأمريكية منذ عام 2008 إلى حقبته الأولى 2012 والتي تلتها 2012 إلى 2014، هو لم يقم بأي زيارة إلى العراق، والإشكالية أنه هو جاء كصوت للرئاسة الأمريكية مبنيا على موقفه السلبي من التدخل الأمريكي في العراق، أحد أسباب فوزه في الانتخابات. وأيضا كانت رؤية وزيرة خارجية هيلاري كلينتون و الوزير الحالي كاري هو الابتعاد عن الملف العراقي، ولهذا لم نشاهد أي زيارة للرئيس الأمريكي خلال 6 أعوام، وربما زيارة واحدة لوزير الخارجية الأمريكي أو 2 للوزيرة السابقة في الوقت الذي كان يزور فيه معظم دول المنطقة والبحث في ملفات قديمة متجددة مثل ملف السلام في الشرق الأوسط، وترك الملف العراقي. فالذي جرى في العراق هو أيضا مضاعفات لهذا إن شئنا الابتعاد ومحاولة إنكار هذه العلاقة الاستراتيجية التي يجب أن تقوى وتعمل. وكان يجب أيضا على الجانب العراقي أن لا يسكت عن هذا الابتعاد عن السياسة الأمريكية، ويترك الأمور على هذه الشاكلة، وأن نصبح وأن نجد أنفسنا في وضع عسكري مرتبك وخطير. وبالتالي كان تدخل الإدارة الأمريكية هو تدخل مهم وحاسم لمعرفة الأطراف العراقية، وكما تفضلتم هي سقوف مطالبها، وهل هي بالإمكان تتغير؟ نعم، لا شك أن في علم السياسة البعض يرفع سقف مطالبه، ولكن عندما تكون الأمور واقعية وأقرب إلى الواقعية سيتدخل من هو الأطراف ذات التأثير، ولا شك أن الولايات المتحدة لها تأثيرها على الأطراف السياسية العراقية، وربما بإمكانها إعادة صياغة نوع من الترتيبات السياسية ما بين الأطراف السياسية، وأن تكون نوع من الضامن الدولي للعملية السياسية في العراق، خصوصا أنها كانت تواجدها في العراق لمدة طويلة. وإضافة إلى تفعيلها لمعاهدة الإطار الاستراتيجي ما بين العراق والولايات المتحدة التي لم نرى تفعيلا كبيرا لها، ولعل تواجد السفارة الأمريكية وبضعة آلاف من الموظفين أيضا ربما، فإذا ما كانت هناك حقيقية للوضع وتداعيات الوضع السياسي والوضع العسكري. نعم. هي ليست كبوة فقط للجانب العراقي، هي كبوة للجانب الأمريكي أيضا، لأنه ترك البلد في عام 2010 دون أن يترك للعراق طائرة مقاتلة واحدة، دون أن يكون في العراق جهاز رادار واحد، دون أن يكون في العراق جهاز رازيت واحد، وهذا الجهاز هو خاص بالتحسس هذا. وبقي الاعتماد على قوة برية. تفضلوا. عفوا أستاذ نديم، هذا الموضوع، هذا الكلام أيضا فيه يعني رد من المقابل وعن الجانب الأمريكي. الجانب الأمريكي يشعر أنه قد طرد من العراق، وبالتالي هو خروج القوات الأمنية، القوات الأمريكية من العراق لم يكن مدروسا لا من العراقيين، يعني على أقل تقدير يكون مدروس من العراقيين باعتبار أن الموضوع يهمهم. بالتالي هو السياسي العراقي والمفاوض العراقي كيف يسمح بخروج القوات الأمنية العراقية الأمريكية من العراق وهو غير جاهز عسكريا، وهو غير جاهز على أن يمسك الأرض، وهو لا يمتلك القوة الكافية عسكريا من أجل أن يكمل ما كان قد بدأ به الأمريكيون. بالتالي هذه النقطة تحسب على الجانب العراقي ولا تحسب على الجانب الأمريكي، ماذا تقول؟ يعني ممكن هكذا قراءة، وهناك قراءة أخرى تقول بأن كالولايات المتحدة كقوة استراتيجية كبرى هي لها مسؤولية تقدير استراتيجي أكبر من تقدير بعض الأطراف العراقية في هذه المسألة. وأنا لا أدعو إلى يعني تواجد بري أو تواجد بري أمريكي، ولكن كان يجب أن تقرأ
المشهد العسكري بتأني وبهدوء من قبل الأطراف السياسية العراقية. العراق دولة complicated، يعني دولة معقدة، ليست دولة بسيطة. مساحتها 440 ألف كيلومتر، تقترب من نصف مليون كيلومتر، وهناك أراضي شاسعة وأراضي كبيرة، وهناك إشكالية سياسية كبيرة، وهناك أطراف سياسية هي رافضة لأي وضع سياسي حالي ولأي عملية التغيير من ألفها إلى يائها. فكان بالإمكان بترتيبات معينة، بترتيبات عسكرية معينة، أن تضمن نوع من الحس الاستخباري وأن لا تتم المغادرة بهذا الشكل الذي وصلته، بنوع من الطرد، وكأنهم يترك البلد وتترك العلاقات الدبلوماسية بشكل كبير وبهذا الفتور وهذا الابتعاد، وتترك الجوانب العسكرية بشكل كبير، وخصوصا إذا علمنا أنها هناك، يعني بغض، هناك معاهدة تم التوقيع عليها، لها نقاط واضحة، وهي أن تقوم الولايات المتحدة بضمان النظام الديمقراطي في العراق بإجراءات عسكرية، بالمساعدة، بأمور فنية معينة، وقد تركت أعدادا كبيرة في السفارة الأمريكية، وكان جزء من واجبها هذا الواجب. فكما هناك، أنا أسميت هناك، ربما تكلمنا كثيرا خلال أسبوعين في الإعلام العراقي عن ما ربما كبوة للجانب العسكري العراقي، ولكنها أيضا كبوة للجانب الدولي والأطراف السياسية التي فجأة وجدت نفسها في هذا الوضع. وأيضا أكرر بأن هناك كدولة مثل العراق لا يمكن لها، منذ تأسيس العراق ومنذ تأسيس القوة الجوية في عام 30، لم يشهد العراق في، يعني خلال، وأنا عملت في القوة الجوية العراقية، أن العراق دائما امتلك ما لا يقل عن 200 طائرة منذ الأربعينات إلى 2003. ففجأة تغادر قوات الأمريكا ولا يوجد لديك طائرة مقاتلة واحدة، هذا أمر يعني غير مقبول، والأمور لا تجري بحسن النية، وكما يقال نأمل أن تكون الأمور أفضل. ولا يمكن إدارة الأزمة العسكرية بمجموعة أعداد كبيرة، وصلت أعدادا كبيرة إلى درجة من الترهل من الجانب العسكري، وأصبحت الإدارة العسكرية أيضا بحاجة إلى الكثير من التدريب والمران وفهم الاستراتيجية، إضافة إلى الجانب السياسي، خصوصا الحقبة الثانية ما بين 2010 إلى 2014 للأستاذ نوري المالكي، الذي أيضا تميزت بكثرة أزماتها السياسية التي انعكست سلبا على الواقع العسكري العراقي. تفضلوا. أستاذ نديم، نتوقف الآن مع هذا التصريح اليوم للسيد المالكي، الذي صرح بأنه، يعني كانت أبرز نقطة من نقاط الكلمة الأسبوعية، بأنه توقف عند موضوعة حكومة الإنقاذ الوطني، فلنستمع للسيد المالكي ورأيه في حكومة الإنقاذ الوطني. الأهداف الخطيرة التي تقف خلف ووراء الدعوة لتشكيل حكومة إنقاذ وطني كما يسمونها، فهي بكل بساطة محاولة من المتمردين على الدستور للقضاء على التجربة الديمقراطية الفتية ومصادرة آراء الناخبين والالتفاف على الاستحقاقات الدستورية. إن الدعوة لتشكيل حكومة إنقاذ وطني تمثل انقلابا على الدستور والعملية السياسية. أعود إليك أستاذ بليغ، يعني الآن يعني نحن نتصل بالأستاذ محمد صهيود، لكنه لا، يعني حقيقة لا يرد على الهاتف. أقول أستاذ بليغ أبو جلال، أقول ما هو تعليقكم على هذا الموضوع؟ ما هو موقفكم من موضوعة الذهاب إلى حكومة إنقاذ وطني، خاصة وأن المرجعية طالبت بضرورة الاحترام التوقيتات الدستورية، وأعلن اليوم السيد المالكي بأن كتلة دولة القانون والتحالف الوطني ربما سيذهبون يوم يعني يوم 1/7 إلى الجلسة في موعدها المحدد كالجلسة البرلمانية الأولى للشروع في تكملة الاستحقاقات الدستورية. أنتم ماذا، كيف تنظرون إلى موضوعة حكومة الإنقاذ الوطني، ومتى يمكن أن تكون حكومة الإنقاذ هي الحل؟ تراه صالحا، هذه نقطة يجب أن نثبتها أولا. ثاني شيء، إذا ذهبنا وتماشينا مع قضية حكومة الإنقاذ الوطني، فلماذا نذهب إليها ونحن أمام مدد دستورية ثابتة وواضحة وحقيقية؟
ولدينا فعلا استحقاقات انتخابية، ولدينا مصادقة على نتائج الانتخابات، صادقة المحكمة الاتحادية، فلماذا لا نذهب إلى البرلمان لنلتجئ ونشكل ونعقد جلسة البرلمان الأولى، ولنذهب إلى تشكيل إلى اختيار رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية، ومن ثم تشكيل الحكومة. فبالتالي لا أجد مانعا من أن نذهب إلى ما حدده الدستور وضوابط الدستور. هذه نقطة أساسية. النقطة المهمة الثانية، أتصور أن المرجعية الدينية العليا عندما دعت إلى الذهاب وعقد جلسة البرلمان بصورة سريعة، دعوتها لم تأتي من فراغ، وإنما جاءت لكي تضغط على الكتل السياسية لإيجاد حلول حقيقية وواقعية للأزمة الراهنة. لو تركت المرجعية الأمر على هوى الكتل السياسية في أغلبها وليس كل الكتل السياسية، ربما لذهبوا إلى التسويف والمماطلة والتعطيل لهذا الأمر. لكن جاءت هذه الدعوة لأولا الضابط الدستوري الذي يحكمنا والذي أشرت إليه المرجعية، ثانيا لغرض الضغط على الكتل البرلمانية لإيجاد حل حقيقي لمشكلتنا ولأزمتنا الحاصلة. والمشكلة والأزمة لا يمكن حلها بأي شكل من الأشكال إلا بتطبيق الدستور بشكل حقيقي، وتطبيق الدستور يقضي بعقد جلسة البرلمان ويقضي باختيار رئيس البرلمان ومن ثم رئيس الجمهورية إلى تشكيل الحكومة وتكليف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الوزارة القادمة. لكن في موضوع تطبيق الدستور أستاذ بليغ، هناك أيضا نقطة مهمة جدا، وهي موضوع التوافقات السياسية التي أيضا تقف عائقا أو ربما تقف على مستوى واحد من بنود الدستور. أنت تعلم أن العملية الديمقراطية في العراق هي ليست عملية ديمقراطية مشابهة للعمليات الديمقراطية الموجودة في أوروبا أو في أمريكا. الديمقراطية الموجودة في العراق هي ديمقراطية توافقية، وبالتالي الآن هناك مشكلة في موضوع مرشح التحالف الوطني الذي ما زال هناك حديث كثير في هذا الموضوع، سقف مطالب دولة القانون وسقف مطالب بقية الكتل، وبالتالي يعني إلى ماذا يعني ستؤول إليه الأمور وأنتم تتحدثون عن ضرورة احترام التوقيتات الدستورية وهذه المعضلة قائمة؟ أولا دعوة المرجعية يجب أن نفهمها أنها لم تأتي وهي غير مدركة لهذه الحقيقة، بل أن العلاج لهذه الحقيقة لعدم التسويف والمماطلة هو بالضغط على الكتل السياسية وتدخل المرجعية بشكل قوي وبشكل فاعل، هو الذي سيحسم هذه التوافقات. إذا تركنا الكتل السياسية بلا ضغوطات من جهة عليا تمثل روح الأبوة لجميع أبناء الشعب العراقي، ثق أننا سنطيل الفترة في النقاشات والحوارات وسنتجاوز المدد الدستورية كما تجاوزناها في تشكيل الحكومة السابقة. اليوم أظن أن المرجعية عندما أطلقت دعوتها أولا للذهاب إلى تشكيل الحكومة بشكل سريع وعقد جلسة البرلمان، اثنين وضعت إطارا حقيقيا، لم تترك الأمر فقط في الدعوة، وإنما قالت يجب تشكيل حكومة تمثل تحظى بمقبولية وطنية واسعة. فبالتالي هي أيضا حددت المسار، بمعنى أنها مثلما عبرت في خطبة الجمعة الأخيرة قالت على الكتل السياسية الفائزة الجلوس والحوار، ولم تستثني أي كتلة سياسية، لأنها مدركة أن العراق يحتاج إلى ما تفضلت به من توافق سياسي، توافق بين مكوناته. فلذلك هذا الضغط الكبير، الضغط الشارع العراقي الذي استجاب للمرجعية الدينية العليا في فتواها وضغطهم اليوم في قضية تشكيل الحكومة، اليوم اختبار حقيقي ومصداقية لمصداقية الكتل السياسية. إذا كانت الفتوى جاءت منسجمة ومتناغمة بعد فتوى الجهاد الكفائي، بعدما كانت منسجمة مع بعض رؤى الكتل السياسية وربما وجدت نفسها داعمة لهذه الفتوى لأنها تنقذ وضعها العام وتنقذ الوضع العراقي، اليوم اختبار حقيقي لمصداقية هذه الكتل. فعندما تفتي المرجعية بالجهاد لأجل تدعيم الحكومة، هل ستستجيب الكتل السياسية لدعوة المرجعية إلى عقد جلسة البرلمان بسرعة والانتهاء من قضية تشكيل حكومة بسرعة وحسم هذا الملف الكبير؟ اليوم إحدى أهم الحلول المطروحة
هو تشكيل الحكومة بسرعة لفض كل هذه النزاعات، لتقوية قواتنا المسلحة، لتشكيل جبهة سياسية عريضة تقف بوجه القوى الإرهابية والمضي قدما للإطاحة بها مكانا بعد مكان، ومن ثم استقرار الوضع السياسي وعدم ذهاب الوضع إلى يعني رؤية مجهولة غير واضحة المعاني. نعم أستاذ بليغ، هناك نقطة مهمة جدا، يعني بحسب التقديرات الزمنية ربما هناك أمامنا أسبوع واحد عن يفصلنا عن الجلسة الأولى للبرلمان، وهناك أيضا على إشارات من أن أكثر من نصف البرلمان سيحضر إلى هذه الجلسة. أنتم في التحالف الوطني باعتبار أن الثقل الأكبر يقع على التحالف الوطني باعتبار الكتلة الكبرى والتي يعني تنظر إليها جميع الكتل بأنها هي صاحبة الكلمة الفصل والتي من شأنها أن تحسم الموقف، هل ستذهبون إلى البرلمان وأنتم تحملون معكم الحلول، أم ستذهبون إلى البرلمان وأنتم على هذه الخلافات التي تميز به التحالف الوطني منذ عام 2010 وحتى الآن بالمقولة القرآنية تراهم جميعا وقلوبهم شتى، بأي صورة ستذهبون؟ أظن أن القضية معكوسة اليوم. نعم ربما عقد جلسة البرلمان تعتمد بشكل كبير على التحالف الوطني، نعم، لكن هناك خطوات دستورية حددها الدستور في تشكيل الحكومة يجب أن تراعى، وهي غير متعلقة بالتحالف الوطني، هي متعلقة باختيار رئيس البرلمان وباختيار رئيس الجمهورية. فإذا ما حسم شركائنا الآخرين أخوتنا الأعزاء في الوطن الكرد والسنة حسموا اختياراتهم في مرشحهم لرئاسة البرلمان ولرئاسة الجمهورية، أظن أن التحالف الوطني سيكون في بحبوحة من الوقت لكي يحدد رئيس الوزراء أو مرشحه لمنصب رئاسة الوزراء. فبالتالي اليوم الكرة ليست في مرمى التحالف الوطني أولا، هي الكرة في مرمى الكتل الأخرى. نعم الكتل الأخرى تقول أن لا مشكلة لدينا في أن نختار رئيس برلمان يمثل السنة بأطيافهم جميعا أو يمثل الغالبية السنية، وكذلك الأخوة الكرد يقولون المشكلة لديكم، عليكم أن تختاروا رئيس مجلس الوزراء، ونحن نقول لهم أن الأمور تسير إلى خير وأن هناك تطمينات حقيقية وأن المسار في التحالف الوطني اختلف كثيرا عما كان عليه سابقا. شكرا جزيلا لك أستاذ بليغ، انضم إلي الآن هاتفيا عضو ائتلاف دولة القانون الدكتور عدنان السراج. مساء الخير دكتور عدنان. مساء الخير دكتور عدنان. اليوم كلمة السيد المالكي في موضوعة رفض حكومة الإنقاذ التي تحدثت عنها بعض الكتل السياسية، أقول ما هو الحل لدى دولة القانون ولدى التحالف الوطني بديلا عن حكومة الإنقاذ واستجابة أيضا لدعوة المرجعية بضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، ما هو الحل حتى لا نذهب إلى حكومة إنقاذ وطني كما طالبت بعض الكتل؟ السياقات القانونية في عقد جلسة مجلس النواب، وعندما تعقد جلسة مجلس النواب ضمن السقوف الزمنية المحدد إلها في 1 تموز، ويمكن يعطى صلاحيات لرئيس الجمهورية لمدة أسبوعين آخرين، وهناك يتم عملية انتخاب رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية ثم يصعد إلى انتخاب رئيس الوزراء. أنا أتصور السيد رئيس الوزراء يعتقد أن الكتل السياسية غير متحمسة وغير راغبة بعقد جلسة مجلس النواب، وهم يريدون تسويف واقع العملية السياسية وتأجيلها إلى مدات أخرى. مثلا الأكراد الآن هم في شغل شاغل من دولتهم الجديدة وأمنياتهم في الانفصال عن العراق، وبالتالي هم لا يرق لهم حضور جلسة مجلس النواب لأن يعني تثبيتا لمواقف ومحاسبة أيضا سلوكيات حدثت إطلال أزمة الموصل. كذلك بالنسبة للمتحدون أعلنوها صراحة مع العربية مع الوطنية بأنهم حكومة إنقاذ الوطن، أي بمعنى خارج سياقات الدستور والقانون، وليس بالضرورة حضور مجلس النواب أو عقد هذه الجلسة إلا من خلال تأسيس هذه الحكومة. واضح جدا أن التحالف الوطني يريد حضور الجلسة ويريد بدء بآليات وشكليات الجلسة الأولى وانتخاب رئيس مجلس النواب والبدء في الأمور الأخرى ضمن الأوقات القانونية. أتصور حتى الولايات المتحدة الأمريكية عندما جاء كيري العراق وعلى نفس السياقات أخذ تعهدا من المسؤولين العراقيين جميعا
ما عدا في كردستان الذي يعني تمرد على أقوال كيري بعناوين ما أفصح به السيد مسعود البرزاني. أما بالنسبة لبغداد أتصور رئيس الوزراء قال نحن نلتزم بالوقت الزمني بالسقوف الزمنية من أجل يعني تشكيل حكومة الحكومة الوطنية. هو الالتزام بالتوقيتات الزمنية أستاذ دكتور عدنان هي متوقفة على الكتل في بغداد أم متوقفة على التحالف الوطني ودولة القانون أم متوقفة على بقية الكتل باعتبار أنه بقية الكتل لها موقف وأنت تعلم هذا الموقف؟ نحن لا نريد أن نتحدث به، هناك أزمة في موضوعة تسمية رئيس الوزراء وهذه مشكلة، بالتالي ربما تقف هذه الأزمة في يعني تقف كالعصا في العجلة وبالتالي يعني تضرب المواعيد توقيتات الدستورية عرض الحائط. عند ذاك سيقع العراق في أزمة، حتى في أزمة من يريد يساعده كالولايات المتحدة الأمريكية وغيره من دول أخرى. عدم تشكيل حكومة ضمن السياقات أو ضمن الوقت ليس من صالح العراق وليس من صالح المالكي ولا من صالح أي قوة وطنية. أنا أقول التحالف الوطني مسؤوليته هو الكتلة الأكبر أن يرشح أحدهم إلى مجلس الوزراء، ولكن الآن هذا الأمر سابق لأوانه، نحتاج إلى عقد الجلسة وحضور هؤلاء. هؤلاء لا يريدون الحضور، يعني الأكراد يريدون أن تعوم هذه القضية وأن لا يطرح عنوان الجلسة بالسقوف الزمني، يدركون مسألة الحضور يعني الإجابة على الأسئلة الخطيرة التي بدأت بتمددهم على المناطق المتنازع عليها وإعلان دولتهم الجديدة ودعوتهم إلى العراق الجديد غير العراق قبل 9 حزيران، وهكذا بقية الكتل يصرحون بذلك. وأعتقد أن اليوم التحالف الوطني ما مسؤوليات، هذه المسؤوليات تحدد منه أولاً عقد جلسة مجلس النواب بوقتها القانوني الدستوري والبدء بحوارات حقيقية وجدية كل من حسب إمكانيته في إقناع الآخرين بحضور الجلسة حتى يصار إلى البدء فعلا بتثبيت واقع مجلس النواب حتى لا يقال أن هناك فراغ دستوري أو قانوني، وأيضا منع الفراغ السياسي من خلال انتخاب رئيس الجمهورية والبدء بحوارات باختيار رئيس الوزراء. نعم أستاذ دكتور عدنان، يعني أدعوك الآن نسمع إلى كلمة السيد رئيس الوزراء اليوم، هناك مقطع من هذه الكلمة نحب أن نستمع إلى وبعدين أعود يعني أكمل الحديث معك ومع ضيوف الكرام، أرجو أن تبقى معي. واليوم وفي ظل الظروف الصعبة والاستثنائية التي تواجه العراق لم نسمع من هؤلاء الشركاء ولو شكليا أي مساندة أو دعم سواء كان سياسيا أو إعلاميا، وكأنهم شركاء فقط في اقتسام الغنيمة وليسوا شركاء في مواجهة الأزمات والشدائد التي تمر بالعراق وشعبه. يعني دكتور عدنان، السيد المالكي هنا يحمل أو يعتب على الشركاء السياسيين في أنهم لم يقفوا معه في هذه الأزمة وهي الأزمة الأمنية الكبيرة التي تعصف في البلاد، هجمات داعش واحتلال الموصل وهناك مشكلات كبيرة، لكن لدينا نحن في المقابل هناك تصريحات نسمعها الآن تباعا من الشركاء الذين هم أقرب ما يكون إلى السيد المالكي. نستمع الآن إلى محافظ البصرة ماذا يقول دعما للعمليات السياسية، دعما للعمليات العسكرية ودعما للقوات الأمنية العراقية، فلنستمع إلى الدكتور ماجد النصراوي ماذا يقول. أرسلنا عدد كبير إلى جبهات القتال لمحاربة الداعشين الإرهابيين، وهيئنا كل الأمور اللوجستية لتدريب هؤلاء الأبطال، وسيكونون هؤلاء هذا الفوج وهذا اللواء تحت أمرة قيادة عمليات البصرة ليندمجوا مع القوات الأمنية ليؤمنوا حماية الحدود لمحافظة البصرة وكذلك المنشآت الحيوية. هذا المحافظ طبعا دكتور ماجد النصراوي هو من كتلة المواطن. نستمع الآن إلى رأي الكتلة الصدرية في موقفها من القوات الأمنية العراقية. طبعا الكتلة الصدرية نظمت استعراضا كبيرا لما أسمتها بسرايا السلام، والآن نستمع إلى السيد أمير الكناني ماذا يقول. هذه السرايا تعمل تحت إمرة من؟ فليتفضل أستاذ أمير. نحن أكثر تنظيما من هذه الأحزاب على اعتبار هذه الأحزاب أغلبها لم تقاوم المحتل وإنما قسم منها جاء مع المحتل، لذلك هذه التنظيمات منضبطة والقيادات المسؤولة عنها كانت التوجيهات كالآتي، بأن هذه السرايا سميت سرايا السلام وهي دفاعية انسجاما مع خطاب المرجعية بأن يكون صد هجمات داعش.
المسألة الثانية أنها تشترك بأي واجب تكلف به تحت القيادة الأمنية، بمعنى أن وزارة الدفاع والقائد العام السيد المالكي هو مسؤول عن توجيه الواجبات لهذه السرايا، ونحن في حالة حرب مع داعش ونتشرف أن تكون هذه السرايا تحت قيادة الأجهزة الأمنية. شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور ماجد النصراوي وأيضا للأستاذ أمير الكناني. أعود إليك دكتور عدنان، إذا كان الشركاء يتحدثون بهذا الدعم الكامل للقوات الأمنية العراقية، فأي شركاء الذي يتحدث عنهم السيد المالكي بأنهم لم يقفوا معه في هذه الأزمة الكبيرة التي يمر بها العراق؟ نعم تفضل دكتور عدنان سراج. يعني هذا السؤال لو وجه للسيد المالكي، وأنا حسب علمي نعم. السيد المالكي عندما يقول على التحالف الوطني فهؤلاء حلفاء نعم. أما المشاركون من الأكراد وبقية الكتل فيقول شركاء نعم. أما ما تقصده الآن على المواطن وتيار الصدير رئيس الوزراء يعتبرون هؤلاء حلفاء ضمن التحالف الوطني حسن. وأيضا يقول الأعمال ليس بس الأقوال، ومن استطاع فعلا أن يجسد أقواله بأفعاله فبالتأكيد هو يتحمل مسؤولية مواجهة الخطر المحتق بالعراق. لا يستطيع المالكي ولا آخرون أن يعني يفتتوا جهود المواطن أو التيار الصدري في تحشيد القوى والإمكانيات. كما تعلم الجميع تحت خيمة مرجعية السيد السيستاني الذي كان الموقف والسلوك الكبير والأبوي الذي أعطى يعني الكلمة الفصل في تحديد المواقف وتحديد الأعمال نعم. التي من خلالها طيب. تنطلق عملية نعم. المجابة. نعم دكتور عدنان، خلينا نتكلم بعد أكثر بصراحة، خلينا نسمع على ما يقوله السيد المالكي الآن في هذا التصريح حتى أسأل سؤال آخر أكثر صراحة من السؤال الذي مضى. أن ما يعانيه شعبنا في عموم المحافظات وأهلنا في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار وديالة بشكل خاص هو إحدى الثمار الصفراء لجهود بعض الشركاء السياسيين الذين لم ينفكوا يوما وعلى مدى السنوات الماضية عن سياسة إضعاف القوات الأمنية. ويتذكر الجميع كيف كان هؤلاء الشركاء يطالبون بإلحاح بعض الدول الصديقة للعراق بعدم تزويد القوات الأمنية بالأسلحة والمعدات العسكرية اللازمة وهي تتصدى بالنيابة عن جميع العراقيين للعصابات الإرهابية. طيب دكتور عدنان السراج، يعني الآن استمعت أنت لما تفضل به السيد المالكي، هناك سياسيون يقومون بعرقلة تسليح الجيش وأيضا يقومون بتأزيم أو خلق الأزمات في محافظات صلاح الدين الأنبار نينوى ديالى على وجه التحديد كما تفضل السيد المالكي. أقول هؤلاء السياسيون ما هو موقفهم، يعني ما هو موقف السيد المالكي منهم؟ هل هم شركاء؟ هل هم أعداء؟ هل هم خصوم؟ يعني ما هو التوصيف يعني الحقيقي لهؤلاء السياسيين الذين يتحدث عنهم السيد المالكي، خاصة أن هؤلاء السياسيين هم مشاركون في البرلمان وفي الحكومة العراقية؟ تفضل. نفس الشركاء الذي قصدتهم في المرة الأولى نعم. هؤلاء شركاء يجب أن لا نكون بعيدين عن الواقع. لا هم شركاء، أنا آسف جدا دكتور عدنان، هم شركاء بس أنا أحتاج كلمة التوصيف، هل هم شركاء أم خصوم أم أعداء؟ نعم. الآن عندما تقول شركاء هذه لا أحددها أنا ولا تحددها أنت ولا أحدد سيد المالكي طيب. واقع العملية السياسية فرض هؤلاء ليكونوا شركاء طيب. هؤلاء الأكراد والسنة والجبهات والأمور الأخرى هؤلاء فرضتهم العملية السياسية واقع العملية السياسية وأصبحوا شركاء، وبالتالي علينا أن نعتد من هؤلاء الشركاء لم يكونوا بمستوى التعاون كشريك في بناء الدولة. الآن نشاهد السيد مسعود البرزاني يقول أنا لا دخل لي في مقارعة الإرهاب، إنما ما يعتدي على حدودي سوف أدافع عن حدودي. وعندما قال له كيري على البيشورقة أن تساعد القوات المسلحة العراقية وعليكم أن تعيدوا وحدة العراق، كان جوابه أن العراق الجديد غير العراق يوم قبل 9 حزيران. وأيضا قال في نفس الوقت نحن لا نستطيع أن ندافع أو ضد داعش على الحكومة المركزية لأنها عليها تتحمل أخطائها، ونحن سوف ندافع على الحدود الجديدة لإقليم كردستان. كيف يمكن أن تقيس هكذا شراكة؟ وكيف يمكن أن تقيس عندما ذهب إلى روسيا وأمريكا عندما قال أن الطائرات سوف تقصف؟ شخصيا نحن ذهبنا للسيد البرزاني قبل أكثر من سنة، شخصيا الجالسين والثلاثون من الإعلاميين قال النور المالكي يأخذ الأسلحة ولدينا أدلة بأنه سوف يضرب الأكراد ويقتلهم نعم.
وهكذا هو يعني قالها بلساني والثلاثين اعلامي جالس يسمعوه، وانا اجلته انه السيد المالكي طيب. متشرع، والسيد محسن الحكيم وقدس سره حرم قتال الاكراد، فكيف يمكن المتشرع ان يقتل الاكراد؟ بالتالي انا اقول بعضهم ايضا ذهب وقال ان المالكي وغيره يهمش السنه، والان هاي بدعه تهميش السنه والتي اخذت مدارات بعيده، حتى داعش استطاعت ان تستملك على قلوب السنه باننا نريد تخليصكم من الروافض طيب. من حكم الروافض نعم. هذه صور واضحه جدا لهؤلاء الشركاء الذين افسدوا الكثير من الصفقات على الحكومه العراقيه. نعم، شكرا جزيلا دكتور عدنان، ارجو ان تبقى معي يعني الان، سنذهب الان الى فاصل قصير ونعود اليكم مشاهدينا الاكارم، ارجو ان تبقوا معنا. حمل السلاح ومقاتلة الإرهابيين دفاعا عن بلدهم وشعبهم ومقدساتهم، عليهم التطوع للانخراط في القوات الأمنية لتحقيق هذا الغرض المقدس. وكل احنا جنود بيد المرجعية لطرد الإرهاب داعش. سوينا الأسماء الله وكيلك دفتر كامل ترس وبعدهم قاعد تزايد علينا المتطوعين. نقلهم للخونة اللي خانوا بالجيش وبالوطن، اكو رجال واكو عراقيين بيهم غيره يحمون الوطن. اجينا اليوم من النجف، من كربلاء، من بغداد، من كل العراق، اجينا اليوم لك طبت عابس الميدان. نروح للموصل ندافع، نروح للرمادي للفلوجه، ويكون التطوع سريع والسيارات سريعه والنقل سريع. نرجو من المسؤولين ان يسمعون كلامنا والمناشده، ونحن لبينا طلب المرجعيه. كل احنا فدائيين للعراق، وخلي يسمع العالم، خلي تسمع الدول، خلي يسمع الارهاب، اهل الارهاب الخونه المجرمين. خلي يجيبون سيارات كفيك العباس كشمري، لا اريد فلوس، لا اريد راتب، لا اريد كل شيء، بس خلي ياخذونا. اجي استشهاد للوطن انا أخوتي إسرة عد الداعش بتكريت، أنا استشهاد للوطن، وأخوتي اثنين استشهاد للوطن، مراحين رايحين وين؟ عد الداعش هناك. نجف إحنا ومن علينا الزود ولعسى مرة والموصل كلنا إحنا جنود ولعسى مرة والموصل كلنا إحنا جنود وإحنا أهل الكلافة والسنين شهود وإحنا أهل الكلافة والسنين شهود رايد يوصل جا وين والرايد يوصل أهلا بكم مشاهدينا الأكارم من جديد إلى القسم الثاني من هذه التغطية الخاصة، وأجدد التحية بضيوفي الكرام الأستاذ بليغ أبو جلال المتحدث باسم ائتلاف المواطن، وأيضا الأستاذ نديم عبدالله الباحث والأكاديمي من لندن، وأيضا الدكتور عدنان السراج عضو ائتلاف دولة القانون. أستاذ نديم عبدالله أجدد التحية بك مرة أخرى وأقول إذا كان الشركاء هم خصوم وهم أعداء في نفس الوقت، بالتالي لماذا هذا ملف الشركاء الخصوم أو الشركاء الأعداء أو الشركاء الذين يعرقلون العملية السياسية، لماذا هذا الملف بقي مفتوحا طيلة هذه السنوات؟ لماذا لم يحسم؟ لماذا لم تحسمه الحكومة أو السيد رئيس الوزراء أو الشركاء بصورة عامة لم يحسموا هذا الملف طيلة هذه السنوات حتى نذهب إلى عملية سياسية خالية من الأزمات؟ شكرا جزيلا وتحية مرة أخرى لضيوفك الكريم وتحية للأستاذ عدنان السراج. شكرا جزيلا. دعني أولا أتكلم بصورة صريحة وبعيدا عن المجاملات بأن المقاربة العراقية الحالية، مقاربة الدولة وكثير من الفئات القريبة من صانع القرار في بغداد للأزمة كانت مقاربة ربما لا أريد أن أتجاوز وأقول أنها مخطوئة، خصوصا فيما يتعلق بما موضوعة الشركاء الكرد وشركاء الوطن من المكون السني. لا يمكن لك إذا أردت الإبقاء العراق عراقا موحدا أن تصف شركائك بهذا الوصف. علينا أن نعرف إذا أردنا إبقاء العراق عراقا موحدا فيجب أن نتعاون مع الشركاء الكرد والشركاء السنة شئنا أم أبينا.
وإلا فالمسألة هي ذاهبة إلى عراق آخر ونحو الانفصال. يجب أن نعمل سوية، ومثلما أنت ترى في شركائك الكثير من السلبيات وذكرتها، فهو أيضا لديه ملف كبير عنك، وخصوصا عن الحقبة 2010-2014، ويستطيع أيضا أن يضعها أمامك وتحذر كثيرا منهم. وأنا هنا لست بالدفاع عن الأكراد فلديهم متحدثيهم، ولكن هذا هو الواقع الأمر. الكرة في يد التحالف الوطني في هذه المسألة، يجب أن يصل خصوصا، وكان سؤالك في البداية للأخوة عن حكومة الإنقاذ الوطني والإطار السياسي القادم. أنا أيضا لا أتفق بأننا بحاجة في هذه الظرف إلى حكومة إنقاذ وطني، نحن بحاجة إلى اتباع المسار الدستوري الطبيعي الذي حدده الدستور باتباع إقامة الحكومة. التحالف الوطني إذا ما اجتمع وإذا ما قرر أطرافه، أي الائتلاف الوطني ودولة القانون، وبعيدا عن المجاملات وبصورة صريحة التوصل إلى شخصية سياسية مقبولة من قبل أطراف التحالف الوطني ومن قبل الشركاء مرة أخرى المكون الكردي والمكون السني، فبالإمكان حل هذه المشكلة بالأطر السياسية وبالجانب أيضا العسكري، يعني باتباع ما يجري حاليا. من حق السيد المالك ومن حق دولة القانون وباعتباره الفائز أن يرى في نفسه هو الشخص المؤهل، ولا بأس باتباع هذا السيناريو، ولكن الطرف الآخر أي أن تقرر الأطر الدستورية باعتبار دولة القانون هي الكتلة الأكبر، أن يتم الطلب منها بتشكيل الحكومة. ولكن إذا ما قرر الائتلاف الوطني العراقي بالتيار الصدري وائتلاف المواطنة والتيار الإصلاح، أي ما يقارب من 70 صوتا، بأنهم، وإذا ما قرر دولة القانون بأن مرشحها الوحيد الأستاذ نوري المالكي، وهذا من حقه طبعا، حق دولة القانون في ذلك، ومن حق الآخرين أيضا أن يقبلوا السيد نوري المالكي أو لا يقبلوا بترشيحه. فبالتالي إذا ما ارتأت ائتلاف المواطن مع شركاء الكرد والشركاء السنة أن لا يقبل بالسيد المالكي، فهذه هي قواعد العملية الديمقراطية، ولن أقول اللعبة الديمقراطية، أي أنه تقدم وأدى المدة القانونية للترشيح ولم يتمكن من تشكيل الوزارة، فيتم ترشيح الكتلة الثانية، وهي ستكون ائتلاف المواطن، عفوا الائتلاف الوطني العراقي المتكون من ائتلاف المواطن والتيار الصدري وكتلة الإصلاح، وربما كثير من دولة القانون إذا ارتأى بأن فرصة تشكيل دولة القانون قد ذهبت، ربما يلتحق في ائتلاف دولة المواطن في الائتلاف الوطني العراقي، ويشكل كتلة ربما تصل إلى 110 إلى 120 شخص، وبالتعاون مع الشريك المكون الكردستاني والشريك السني ستحل المسألة، وبالإمكان الوصول إلى رقم 165 وتشكيل الحكومة. أي أننا حتى إذا ما اتبعنا الأطر الدستورية واتباع العملية الديمقراطية بحذافيرها دون لف ودوران، فقط أن نكون صرحاء مع أنفسنا ونبتعد عن المجاملات، أي أننا إذا قبلنا بالاسم الفلاني وارتأينا أن يكون فلا بأس، وإذا ارتأت الشركاء أو ارتأينا أن نجد اسما آخر واتباع هذه هي الوسائل الديمقراطية، علينا اتباعها بعيدا عن الأطر الخلفية ومطابخ القرار الخلفي، أن تكون واضحة أمام الشعب هذه هي المسار الصحيح نتبعه بصورة صحيحة، وكل من كان له فرصة التقدم لتشكيل الحكومة قد تقدم وأخذ الفرصة ولم يتمكن، وأعطت الفرصة لمن يليه. أنا أرى هذا هو المخرج الصحيح والمخرج الدستوري، والذي يحفظ لحمة العراق بشكل قوي ويهدئ من مخاوف الشركاء مرة أخرى، وهم شركاء وليسوا أعداء وليسوا خصوم، والأوطان لا تبنى بالخصومة ولا تبنى بالعداوة، وأنا هنا لست في مجال المجاملات، ولكن هذه هي القراءة التاريخية الهادئة لتكون الدول، ويجب أن نتبع هذا المسار. نعم، أيضا هناك نقطة مهمة أستاذ. شكرا. أستاذ نديم، وهي مسألة كما تفضل قبل قليل الأستاذ بليغ أبو قلال، وقال أنه سيمضي الجميع، التحالف الوطني سيمضي إلى الجلسة الأولى، ولكن أيضا حذر من نقطة مهمة في عملية الأزمة، أزمة الولاية الثالثة وأزمة مرشح ائتلاف دولة القانون لرئاسة الوزراء، فيما لو طرحت هذه الأزمة ستتأخر. إلى أي مدى يمكن أن يؤثر تأخر تشكيل الحكومة
على بقاء الأزمة الأمنية السياسية وعدم تحقيق انتصارات وتقدمات على الساحة العسكرية في مواجهة داعش. إلى أي مدى برأيك يمكن أن تؤثر الأزمة السياسية المرتقبة في موضوعات تسمية رئيس الوزراء على الأزمة العسكرية التي تعيشها القوات الأمنية العراقية في الموصل وفي تل العفر وفي سامراء وفي الأنبار وديالة؟ طبعا لا شك أن يعني تزامن هذه مع العمليات العسكرية سيترك انعكاسه، ولكن إذا ما ارتأت ائتلاف الوطن العراقي وكان واضحا وبعيدا عن المجاملات في الجلوس مع دولة القانون أي في التحالف الوطني وإعلامهم بصورة واضحة وصريحة عن إذا ما نجح في اختيار اسم مناسب ويكون مناسبا مع الشركاء السياسيين الآخرين من الكرد والسنة، فعند ذلك الأمور تكون واضحة جدا. ولكن إذا ما ارتأى دولة القانون أن يكون مرشحهم الوحيد الأستاذ نور المالكي وهذا من حقهم، فعلى ائتلاف الوطن العراقي أيضا أن يكون واضحا بأنه سيعطون فرصة للتشكيل، ولكن إن أخفقت دولة القانون في تشكيل الحكومة برئاسة السيد نور المالكي فمن حق ائتلاف الوطن العراقي باعتبارها الكتلة الثانية أن يقوم بالترشيح، وحتى لو بالمشاركة مع أطراف سياسية أخرى. هذا التفاهم يجب أن يكون بصورة واضحة وجلية وليست عملية مؤامرات، واضحة أمام الآخرين، خصوصا أننا أمام تصريحات ربما المكون الكردي وأعلنه بصورة صريحة واضحة بأن لديهم تحفظات على اسم السيد رئيس الوزراء الحالي أستاذ نوري المالكي. وعلينا أن هذه الأمور هي ليست مسألة كسر عظم وليست مسألة كسر إرادات، ولكن في السياسة هو فن المتغير، فن الممكن، فن قراءة الحدث. نعم. أي أننا كيف نمكن أن نستوعب إبقاء الشريك معنا في هذا البلد دون وصول الأمور إلى حافات غاية في التعقيد. نعم، شكرا جزيلا أستاذ نديم. انضم إلي الآن مباشرة من الرمادي قائد عمليات الأنبار الفريق رشيد فليح، مرحبا بك سيادة الفريق إلى هذه التغطية الخاصة في قناة الفيحاء. يا أهلا وسهلا بك أستاذ صلاح. شكرا جزيلا أستاذ رشيد، حبذا أن تضعنا في يعني تطورات الموقف لديكم في الأنبار، كيف تسير الأمور خاصة يعني الآن الحديث بصورة عامة مركز حول المشكلات في تل العفر، في الموصل، في سامراء، في صلاح الدين، لكنه عندما كانت الأنبار والفلوجة تأخذ العناوين الرئيسة في نشرات الأخبار الآن لا أحد يتحدث عن هذا الموضوع، كيف تبدو الصورة لديكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة الموضوع اختيار العناوين أو التوقيتات وساحات العمل هذه مرسومة سلفا، يعني إذا رجعنا للماضي وحدثنا عن موضوع الساحات التي أعدت لأجيال خاص يكفينا أن أشير هنا هنالك بعض العناصر من أجزاء معروفة شخصيا قد هيئت قبل سنوات، يعني غاب عن مدينة الرمادي مثلا 4-5-6 سنوات وكانت الأجهزة تبحث عنها بسبب إجراميتهم وإذاهم المواطنين سابقا من عناصر الصدامية، وإذا به يعود قبل سنة أو سنتين كل من إلى دوره يدر التدريب خلاص، هذا على الجلات الكية، هذا على العمل الأمني، هذا على العسكري، هذا على التفكيك، هذا على القناص، يعني مفردات معينة وتركوا بخلايا نائمة وتوقيت ساعة صفر معينة. الآن بعد النكسة نكسة 10 من حزيران الشرير من أجل الخامس من حزيران إن كعراقيين وبالذات كجزامية وكضباط ليش للحطة في الموصل، وهذا الموضوع الغير متوقع حتى بالنسبة للقاعدة وداعش السرعة في ترك، ولا تترى تحصل كل الجيوش لا عبالك، يعني ليس دفاعا، يعني موضوع الانهيار هذا بسبب يعني كل يعني السبحة حينما تقطع الحبل ماله وكل خرج الفجاع اللي حصل هكذا في الموصل، هذه التداعيات أثرت على بقية المناطق. ويكفي أن نشير إلى هنا أن رمادي قد صمدت 6 أشهر متواصلة صمدت، وهنالك رقم لدينا من سقوط الموصل ولحد الآن 97 تعرض حصل على كل قاطع عمليات الأنبار، ولكن القوات استطاعت في هذه الفترة 6 أشهر الخبرة المتواضعة إذا ما تركنا فترة التبييض أو فترة البناء التي تشوبها بعض التساؤلات مع الأسف كوني عضو بهذه المؤسسة العسكرية، ولكن البناء كان فيه شو بعض الأخطاء
بسبب انشغال الجيش في فعاليات معينه ويعني مناسبات اخرى بعيده عن التدريب الاجمالي السنوي على مستوى فوق او لواء او فرقه لن يحصل. هذا كله يعني مدعاه لان واحد يضع علامه استفهام كبيره على اللي حصل. اما صمود هذه السته اشهر في المدينه كان بسبب العلاقه الطيبه بين الممثل الامني وبين الشيوخ العشائر وبين التكاتف ما بين القوات الامنيه الان ووقفه العشائر المشرفه مع القوات الامنيه وان لم تكن كلها، لان البعض مع الاسف يقولها لاول مره على قناتكم قد غرر به وقد نحى منحى البعثيين اللي مارسوا دور اعلاني تخريبي ودور تعريضي من خلال اتصال بعض الضباط من بني النفس وتنقص وقنيته انه خذل الوحده مالتك وانت مرصود لفلان منصب وانت مرصود لك. فتعرف السبب لم يكن الجندي لوحده وانما بعض القيادات وبعض الضباط اللي مارس دور سلبي في ايذاء الجندي نفسيا وحصل اللي حصل. نعم. وضعنا مسيطر عليه تقريبا على مستوى مدينه الانبار مركز الانبار واللي اصبحت رمز رغم التداعيات ورغم وجود التعرضات اللي قلت لك عبرت ال 100 عبرت الان 167 تعرض من سقوط الموصل ولحد الان. نعم. ما بين بسيط وما بين مناوشات وما بين وسط وما بين خفيف وما بين ثقيل. نعم. نعم. سيادة الفريق، يعني أنت رجل مختص ولديك تاريخ كبير في مقارعة يعني المعارك كبيرة أنت دخلتها وقارعة أعداء على مختلف الصعد على جبهات وحروب شوارع. أقول أين تكمن المشكلة في موضوعة أن المدينة أو المنطقة تحرر في الشهر 3 مرات وتعود إلى داعش 3 مرات أو 4 مرات؟ أقول لماذا لا حتى هذه اللحظة لم تتوفر قابلية مسك الأرض؟ يعني نحن يعني تأتينا الأخبار تم تحرير حي الملعب أو شارع 60 في الرمادي وبالتالي ومنطقة الضباط وكثير من هذه المناطق، هذه تحرر بالشهر 3 مرات وتعاد إلى داعش أيضا 3 مرات أو 4 مرات. موضوعة القائم قبل يومين أو 3 أيام، مراسلنا ذهب بجولة مع القوات الأمنية إلى القائم وجاء بي أن القائم يعني تنعم بالخير وتحت سيطرة القوات الأمنية العراقية. بعد ذلك بيومين سقطت فيها داعش. ما هو السبب في برأيك؟ يعني ما أين تكمن المشكلة؟ المشكلة تكمن في عدة عوامل. أبرز هذه العوامل أقولها أنه القدرة الحبس في اختيار توقيت عنصر الموادئة لظرف معين صار في بعض العناصر الهرامية فيركزون بيدهم محشدون كل جهودهم على مناطق معينة للغرض من أنه القوات الأمنية ليس لديها مصداقية، فتجد انهم عندهم القدره ان يحجزون كل قطعاتهم ويجمعوها راس تنفيذها في تنفيذ واجب معين في منطقه معينه في مكان معين. نعم. تقصدون انه هذا المكان اللي حققت فيه انجازات القوات الامنيه حتى تستمر عمليه التشفير للمعنويات وعمليه التصفيق. هذا جانب. الجانب الثاني واقوله ايضا على الملف، ليس هناك استعداد كافي لكل القطعات ان تمسك كل الاراضي. يعني هذا ليس اعتراف يعني مثل ما يقولون ربعنا من باب المداهنه ومن باب هذا، احنا ما عندنا امكانيه ان نمسك كل الاراضي. يعني تجيب 10 15 حيله تضيعهم بس بالعظيم بوادي العظيم وتضيعهم بوادي توجيه الانبار. المناطق تمسك من قبل قوات الشرطه، قوات الشرطه لن تتدرب على كيفيه مقارعه الارهاب بالشكل المطلوب، وهذا خلل كبير في وزاره الداخليه. لا بل ان البعض منهم يعتقد نفسه موظف مدني يحمل المسدس فقط، فحينما نمسك منطقه ونكملها وننتقل الى واجب مسلمه الى الشرطه سرعان ما يسقط مره اخرى من الشرطه وتعاود. فهذا احد الاسباب الرئيسيه اللي ما نطير عليه فيها. نعم. ايضا سؤال اخير سياده الفريق، اين وصل موضوع تحرير الفلوجه؟ والله هي بعد تداعيات الموصل وبعد ان كشفت عن نيابه مخابرات دول اقليميه، وارجوك ان تكوني جواب خارج اطار سؤالك المباشر اننا نقارع او نقاتل 6 جهات. نعم. اذا اتيح لي او اتيح لي ان اتحدث عن 4 واثنين احتفظ بها لنفسي، احنا بدنا نقاتل مخابرات دول اقليميه كقطر، نقاتل مؤسسات خلي شوي انصف النظام السعودي، المؤسسات تغض النظر عن الدوله، نقول السعوديه تقاتلنا،
لربما تغض النظر عن مؤسساته الظلاميه اللي ترسل الانتحاريين واللي تقصد باتجاه تكفير شريحه اجتماعيه كبيره بالعراق، نقاتل تركيا ونقاتل ايضا مع الاسف جهه سياسيه كبيره بالعراق، يعني ناس اقليميين، احنا نقاتل ست جهات، هذه حرب نيابه، الحرب بالنيابه اللي يقاتلوننا. فهذا الموضوع يعني دفع الى انه يفتحون اكثر من جبهه، يفتحون اكثر من مكان، والمشكله العدو تغطى بمغرر بهم داخل المواطنين، يعني مغرر بهم، ويعني بعض المناطق فتحت اكثر من جبهه على قواتنا الامنيه وقواتنا العسكريه، فلا نستطيع تغطيه كل ما موجود. ناهيك عن ان البعض من السياسيين والبعض من المعنيين بالامر لن يلتفوا ذلك الالتفات مع القوات الامنيه حتى اشعر الباقيين، لا بل هنالك تفكير كان بالداخل من قبل بعض الجهات على ان هذه الحرب كذا وكذا وكذا لتثبيت عزائم المنتسبين والمقاتلين، من محل يعني العمل او تاجيل موضوع الفلوجه لظروف معينه، على الاقل نعالج المواقف الاخرى اللي او التداعيات اللي حصلت بعد نكسه الموسم. نعم، شكرا جزيلا الفريق رشيد فليح قائد عمليات الانبار انضم الي من الرمادي، شكرا جزيلا سياده الفريق لانضمامك الينا، شكرا جزيلا لك. اعود للاستاذ بليغ ابو قلل واقول استاذ بليغ، برايك في الجلسه الاولى للبرلمان المرتقبه، هل سيذهب السيد رئيس الجمهوريه الى تكليف دوله القانون بتشكيل الحكومه باعتبارها الكتله الكبيره الفائزه؟ لانه بعض الناس هكذا يتحدثون ويقولون انه سيذهب الى يعني الى تكليف دوله القانون بتشكيل الحكومه، هل فعلا ان دوله القانون هي الكتلة الكبرى داخل البرلمان؟ لا، أولا يعني سأظن أنه الآن التحالف الوطني سيتم إعلانه في الجلسة الأولى أنه هو الكتلة الأكبر، داخل البرلمان، داخل قبة البرلمان، وليس دولة القانون، وليس من الصحيح المضي دون حسم يعني أصل موضوعة التحالف الوطني. طيب، فنحن ماضون لجعل التحالف الوطني هو الكتلة الأكبر، وسيعلن تحت قبة البرلمان في الجلسة الأولى بعد أداء اليمين الدستورية أن التحالف الوطني هو الكتلة الأكبر في هذا المجال، وبالتالي ليس هناك تخوف كبير. نعم، ربما ما تفضل به الدكتور عدنان السراج من قضية أن الكرد ربما والأخوة السنة يعني لا يريدون حضور جلسة البرلمان الأولى، ليس بسبب عدم رغبتهم بالحضور أو مثل ما تفضل به بقضية إقامة الدولة وما شاكل، وهذا هو تعليق لنفسه الدكتور عدنان، وإنما السبب الحقيقي هو يريدون توافقا على اسم مرشح رئيس الوزراء ومن هو المرشح من قبل التحالف الوطني، ويريدون ضمانات بأن المرشح داخل التحالف الوطني يجب أن يحظى بمقبولية وطنية، مثل ما نحن طالبناهم بأن يكون مرشح رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان يجب أن يحظى بمقبولية وطنية أيضا. يجب السيد عمار الحكيم حدد أساسين لكل مرشح، أولا يجب أن يكون ممثلا حقيقيا لمكونه، بمعنى أنه إذا أردنا أن نرشح عن الأخوة السنة مرشحا يجب أن يكون وحاضيا على مقبولية داخل الوسط السني، ومن ثم مقبول بشكل وطني عند الأخوة الكرد والشيعة. وإذا أردنا أن نرشح أيضا شخصية لرئاسة الجمهورية من الأخوة الكرد، أن يكون ممثلا للأخوة الكرد بشكل حقيقي، وأن يحظى بمقبولية عند الشيعة والسنة. وكذلك منصب رئيس الوزراء يجب أن يكون حاضين على مقبولية واسعة داخل التحالف الوطني، ويجب أن يقبل به شركاء الوطن الآخرون. هذه هي محدداتنا، فلذلك جميعا ننظر إلى هذه القضية بعين الترقب وعين النقاشات الهادئة البناءة والحوارات التي ستفضي إلى نتائج إن شاء الله. لكن أما ما ذهبنا إليه من قضية تخوين فلان والحديث عن فلان وإسقاط فلان، أظن أن مثل ما تفضل الأستاذ نديم أن الأوطان لا تبنى بالخصومات ولا تبنى بالخيانات ولا تبنى بالشقاق، وإنما تبنى بالتفاهم بالحوار
باللغة المشتركة، كل لديه إشكالات على الآخر، لكن طرح الإشكالات من دون طرح الحلول ومن دون قلوب مفتوحة وقلوب متصافية، وخصوصا أركز على هذه النقطة، وخصوصا بعد قول المرجعية العليا أنه تشكل حكومة تحظى بمقبولية وطنية واسعة، فمعناها إشراك المكونات الرئيسة للشعب العراقي لإنتاج مثل هذه الحكومة، وأن نظرية الغالبية الأغلبية السياسية سقطت من هذا المنظار ولا يمكن النهوض بها من جديد. نشكرك أستاذ بليغ، سأعود إليك ثانية بعد أن نستمع الآن إلى ما تفضل به سماحة السيد مقتدى الصدر مساء هذا اليوم، وأعود إليك لأسألك عن نقطة ذكرها السيد مقتدى الصدر، فلنستمع إلى ما تفضل به السيد الصدر. فلطالما حاولت التقريب بين المذاهب فصليت خلفهم وتناغمت مع مطالبهم، أعني السنة المعتدلين، لانتشالهم من أفكاك أتباع الثالوث المشؤوم والتنظيمات الإرهابية التي تدعي التسنن، فلم يكن منهم تجاوب على الإطلاق، وإن كان بعض الشيء فإنه كان خجولا ولا ينهض بالمطلوب، حتى وصل الأمر إلى ما وصل إليه، فصار سنة العراق المعتدلين تحت نفوذ مدعي التسنن، وصار شيعة العراق تحت أفكاك الظالم الذي يريد المصالح الشخصية لا المذهبية ولا الإسلامية الوطنية، فصار مشروعنا أدراج الرياح، وباتت الوحدة الإسلامية الوطنية تحت وطأة الحرب الضروس التي سوف لن يكون فيها منتصر، بل سيكون المنتصر فيها خاسرا. هذه كلمة سماحة السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري. أستاذ بليغ، هل أوصل رسالة السيد مقتدى الصدر بأن كتلة الأحرار لها موقف من مرشح رئاسة الوزراء المقبل، وباعتباره هو مرشح التحالف الوطني؟ هكذا فهمت من الـ من الـ من الـ من كلمة السيد مقتدى الصدر. ماذا تعبر كلمة السيد مقتدى الصدر من وجهة نظركم أستاذ بريف؟ يعني السيد مقتدى الصدر لديه متحدث وناطق باسمه، وهو أفضل من يعبر عنه. نعم. لكن بالنسبة لنا أتحدث عن الائتلاف الوطني الذي فيه ائتلاف المواطن. نعم. نحن عبرنا عن مرشح رئاسة الوزراء من التحالف الوطني يجب أن يحظى بمقبولية واسعة، سواء داخل التحالف أو خارج التحالف، هذا هو إطارنا والمسار الذي نسير عليه والذي يجب أن يحدث بشكل حقيقي. أما الحديث عن مرشحين أيا كان المرشحون، سواء من السنة من الكرد من الشيعة، لا يحظى بمقبولية وطنية، لا أظن أن البلد يتحمل تشكيل حكومة لا تمثل مكونات الأساسية، ولذلك يجب علينا العودة من جديد إلى ما قلناه في عام 2010 وإلى الآن نصدح به ليل نهار، ونقول أن هذا البلد يجب أن يدار بشراكة حقيقية وفق مبدأ الثقة المتبادلة، تنازل الأطراف، الوحدة، القلوب المتصافية، العقول التي تتحاور لا تتصارع، التنافس المنطقي والمشروع، تقبل الآخر بإيجابياته وسلبياته مثلما يتقبلني، أن نعضد الإيجابيات، نجلس لرفع السلبيات ولتقليلها ولتهذيبها وتجذيبها، ومن ثم تشكيل حكومة تنهض بهذا البلد، تخلصنا من الفساد المستشري، تخلصنا مما ذكره الآن الفريق رشيد فليح من الضعف الكبير في المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية التي طالما تحدثنا بها لكن لم تكن هناك آذان مصغية لنا للأسف الشديد، واتهمنا بأشكال الاتهامات، لكن مع ذلك نقول نعض على جراحنا، ننطلق لمستقبل واعد إن شاء الله، الأمور إلى خير، لا تقسيم للعراق، الحكومة التي ستتشكل إن شاء الله حكومة تمثل أطياف الشعب العراقي، قادرين على النهوض بالبلد بتكاتف ووحدة أبنائه ووحدة التحالف الوطني، هذا هو الشيء المهم، وأن لا نصر على أشياء قد تخسرنا كثيرا
بتخسر الشيعة وتخسر السنة وتخسر الكرد. شكرا جزيلا أستاذ بليغ. ووصلني الآن ما كنا نتحدث به قبل قليل، الآن عاجل وصل من الزميل علي الحمداني مراسل الفيحاء في صلاح الدين، ما كنا نتحدث به قبل قليل مع الفريق رشيد فليح. اليوم كان هناك خبر عاجل بأن القوات الأمنية العراقية استطاعت دخول تكريت، وأيضا طيران الجيش قصف المقار الإرهابيين في القصور الرئاسية في تكريت، وأن هناك تقدم كبير للقوات الأمنية العراقية في مركز محافظة صلاح الدين وهي تكريت. ماذا حصل بعد ذلك؟ أنا قلت قبل قليل نحن نحرر وبعد ذلك أيضا نسلم مرة ثانية إلى داعش. الآن هذا العاجل، عناصر داعش الإرهابية يقتحمون منازل المواطنين في مدينة تكريت بحجة البحث عن منتسبين وموظفين حكوميين، ويعتدون بالضرب والسب على النساء والأطفال وسرقة ممتلكاتهم. أقول إلى متى يبقى هذا الموضوع؟ نحرر في النهار وفي الليل تعود القضية إلى الإرهابيين، وهذه مشكلة. شكرا جزيلا لك أستاذ بليغ. أنتقل بالحديث الآن إلى الدكتور عدنان السراج، أجدد التحية بك الدكتور عدنان. دكتور عدنان، الآن تحدث الأستاذ بليغ حول موضوعة المقبولية، هل أن الساحة السياسية العراقية بهذه الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية والمعيشية بالنسبة للنازحين والمهجرين، أقول هذه الساحة بصورة عامة، هل ممكن أن يفرض عليها رئيس وزراء يتجاوز مرحلة المقبولية من الآخرين؟ هل يمكن أن الآن يعاد سيناريو عام 2010 ونذهب إلى اتفاقية مشابهة لاتفاقية أربيل وبعد ذلك ندخل بهذه الأزمات ثانية؟ يعني وهل يفرض علينا كتحالف وطني أو بين قوسين كشيعة، وأقولها بصراحة، نعم، أن تملأ علينا إملاءات الكرد والسنة وكل المعتدلين والغير المعتدلين كما قال عنهم السيد المتصدر الآن؟ نعم. وهل تملأ علينا فرضية الدولة والعراق الجديد؟ لم يجيب الأخ أبو كلن عن رأي مسعود برزاني، فليذهب السيد عمار الحكيم وأن يقنعه بالتخلي عن هذه الفكرة. هو رئيس خارجية أمريكا لن يستطع فكرة الدولة نعم. الجديدة العراق نعم. الجديد أحسنت نعم. والأسلوب الجديد الذي يتحمل الشيعة كل مصائب الكرد والسنة، وعلينا أن ندفع ضريبة وحدة العراق من دماء الشيعة. أليس الأولى عندما نقول أنت إقليما أو أريد انفصالا أو أريد سبلالي حد الشيعة هم سبب الانفصال نعم. ثم أريد أسأل الأخ أبو قولة وأسأل كل السياسيين المعنيين نعم، هناك مشكلة كبيرة عندما يترشح أي مرشح من التحالف الوطني، يعني أن نحن نختار رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، هذا تحصيل حاصل. نحن نقبل بصفقة واحدة، هم الذين يجب إرضاء أي مرشح من التحالف الوطني، إرضاء السنة والكرد مهما كان صورته. جعفري لن يرضى عليه الكرد فلذلك سحبت منه الرئاسة، والآن نور المالكي لا يرغبون به الكرد فيجب أن تسحب الرئاسة، وغدا عادل عبد المهدي، وبعد غد يقول فلان وفلتان. أخي العزيز، القضية ليس بهذه الصورة. نحن لا يجب أن نكون بشكل سلة تستوعب رغبات الآخرين، علينا فعلا أن نثبت موقفنا الوطني، ونحن قادرون فعلا على أن نكون مع وحدة العراق. العراق الآن التحالف الوطني الآن يقاتل من أجل وحدة العراق، والآخرون ينظرون إلى نظرة أخرى. طيب، البرزان يعلنها دولة، دكتور عدنان، والسنة يعلنها أقليم. أحسنت دكتور عدنان، أنا يعني آسف للمقاطعة، أقول يعني هل إن المشكلة الآن لأنه الكرد لم يرضوا بالجعفري، وبالتالي يعني تنحى السيد الجعفري في وقتها، والآن لأنه الكرد لا يرضون بالسيد المالكي، هي هذه العقدة يعني، أم أن موضوعة الأداء خلال السنوات الأربع الماضية، موضوعة المقبولية، موضوعة الأزمات، موضوعة عدم التوافق ما بين الشركاء، كل هذه الموضوعات هل يمكن أن توضع في الحسابات عندما يريد الجميع الجلوس إلى طاولة الحديث، أم أنه فقط لأنه الكرد لا يقبلون بالسيد المالكي ونحن ضروري أن يكون عندنا موقف وطني أنه لا، هالمرة نقول لا، ليش قلنا نعم ويا السيد الجعفري هالمرة لا نقول لا، وهي موضوعات أخرى، موضوعات مرتبطة مع بعض، موضوعة الأداء والمقبولية والأزمات والحلول والإنجازات، كل هذا موجود، وهذا ليس موجود فقط عند الكرد أستاذ دكتور عدنان، هذا موجود حتى مع الحلفاء داخل التحالف الوطني، هذه نفس المؤشرات، وكلمة السيد مقتدى الصدر قبل ذلك أشرت بصورة أو بأخرى إلى هذا الموضوع. هم الذين يخلقون الأزمات وجه الحكومة، هم الذين يخلقون الأزمات أمام إفشال
الآن في كل دول العالم يقولون الشيعة يهمشون السنة، لا يقولون المجلس الأعلى ولا فلان ولا فلتان، هم يتكلمون الشيعة يهمشون السنة. اليوم كنت في لقاءات مع الألماني ومع الروسي، جميعهم يقولون أنتم الشيعة يهمشون السنة، لن يقولوا مواطن ولا دولة القانون. طيب وأقولها بصراحة الآن الصورة نحن نهمش السنة ونجعلهم مواطنين دولة الثانية. وداعش تدعي ذلك، تقول نحن جئنا نحضركم من الروافض، من حكم الروافض. علينا أن نجيب على هذه الأسئلة الخطيرة، لا أن نبقى بصورة المالكي وفلان وفلتان من أجل أن نقدم تنازلات على حساب التشيع وعلى حساب وجودنا في العراق. نعم. يكفينا ظلما ويكفينا قهرا من هذه الأمور. نعم. أولادنا يذبحون في نينوى على حساب من؟ ولحساب من؟ لحساب البرزاني أو لحساب النجيفي؟ 27,000 واحد من أهل الموصل ينسحبون في ليلة وضحاها، فرقة كردية بقيادة هداية عبد الرحمن تنسحب بجمعها، ويبقى الشيعة وحدهم يضحون. يعني الآن أفهم من كلامك يعني أخي الكريم حبيبي أنا وياك منصف دكتور عدنان، جدا منصف، اليوم جدا هادئ، جدا ريلاكس اليوم وياك. أنا أقول نقطة مهمة، أقول الآن أنت وصفت شخصيتين هم النجيفي والأستاذ مسعود برزاني، باعتبار أنه يعني أنت تنظر باعتبار أنهم لهم دور خصماء أعداء، لا نعلم ماذا التوصيف الذي والله متواطئون، وأقولها بمية فني متواطئون. خلي توقف عند هذه الكلمة، أحسنت. خلي توقف، أحسنت. أنا لا أقبل بالدفاع عن العراق، أحسنت. خلي نتوقف عند هذه الكلمة دكتور عدنان. أنا بالدقائق الأخيرة عندي بعد روح يعني يكون أرجع ضيفي في لندن دكتور عدنان. أحسنت يا أخي، أحسنت دكتور عدنان. واضحين هذا الموضوع، هذه الصراحة تكلمنا عنها نحن دماء الشيعة بالدرجة الأولى على أقل تقدير. طيب أنا أشكرك دكتور عدنان، سأنقل السؤال، ما راح أعطيك حق الإجابة لأن أخذت وقت الضيف الآخر. شكرا جزيلا لك دكتور عدنان السراج، عضو ائتلاف دولة القانون، انضم إلينا من بغداد، شكرا جزيلا انضمامك إلينا. أستاذ نديم، الآن تم التشخيص وتم الوصف. أنا قبل قليل في المرحلة في القسم الأول من البرنامج كنت أحاول أخذ من عندك كلمة واحدة، أنه هل هم أعداء، هل هم شركاء، هل هم خصوم؟ الآن وصفهم بأنهم متواطئون. أقول إذا ويقول بملء الفم، أنا أقول هؤلاء متواطئون وبملء الفم، نص عبارة السيد السراج. أقول الآن إذا كان هؤلاء كانوا متواطئين، ما معنى جلوس السيد المالكي مع المتواطئين؟ ما معنى غدا أن يشكل حكومة مع المتواطئين؟ ما معنى أنه عندما ندعو إلى اجتماع وطني يأتي المتواطئون مرة ثانية ويجلس معهم السيد المالكي؟ ما هذه الازدواجية في عملية التعامل مع الشركاء الفرقاء؟ نعم. شكرا جزيلا. طبعا هو السؤال يفترض للأستاذ عدنان السراج. أنا حقيقة يعني لا أتفق مع تسمية، أنا قلت هم شركاء سياسيون، هم ليسوا خصوم، ليسوا أعداء، هم مجموعة لها أهدافها السياسية وسعت إلى أهدافها السياسية وهي في طريق تحقيق عدد من أهدافها السياسية. أنا كيف كمكون كجزء من هذا الشعب كيف أحقق أهدافي دون عملية تصادم مع الإبقاء على عراق موحد؟ أنا هنا لا أتحدث عن إنشائيات، ولكن علي أن أعمل على هذه. وكما تفضلت، إذا أنا افترضتهم خونة وهم أعداء وهم تواطؤوا، فأنا كيف سأجلس معهم غدا وكيف سأشكل معهم حكومة ويمثلون مكونا كبيرا؟ نعم. الذي جرى وما دام هو تحدث عن عملية الموصل، أتمنى عليه وعلى القيادة العامة للقوات المسلحة أن تصدر بيانا حقيقيا. لحد الآن كل الذي تسرب عن معركة الموصل هو تحليلات وقراءات إعلامية تتحدث عن الفرق بالتسمية وأعدادها وخلفيات الموجودة فيها وكيف جرت. نعم. أنا سكنت وعشت وتخرجت من جامعة الموصل وأعرف الموصل جيدا. نعم. فما جرى، وأنا لا أدعو الكثيرين. طيب. الذين يتهمون العسكرية العراقية أو العسكرية العراقية العربية إن شئت أنها كبوة لكل العراق وكبوة للمكون الكردي، إذ أن ربع مدينة الموصل من الأكراد وفيها من رجال القوات حرس الإقليم هو موجود. وأنا هنا لا أريد أن آتي إلى نظرية التواطئ، ولكن أريد أقول أنه ما جرى في الموصل هي كبوة ليست للقوات المسلحة الرسمية أو الفيدرالية. نعم. بل لكل القوة الموجودة. نعم. بما فيها القوة المحلية من أهل الموصل. طيب. ومن هذا، ونحن بحاجة. نعم. إلى الرواية الرسمية بالرقم والمعلومات، لا أن نتلقى أخبارا من هنا وهناك بعدد
القوات المسلحة طيب. وخلفياتها الإثنية طيب. والعرقية والمتواجدة والتقييم الدقيق. هذه الموضوعة هي من أولويات حرية المعلومة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أستاذ نديم. بدقيقة واحدة أستاذ أبو قلال أقول إذا كان هؤلاء متواطئين كيف سنجلس معهم غدا لتشكيل الحكومة؟ وجلسنا قبل يومين في بيت السيد الجعفري مع المتواطئين أيضا، وأيضا يعني كان هناك حديث وقبل وعناق. كيف سنشكل الحكومة مع المتواطئين؟ نعم، دائما أقول سيد العزيز وقلت لك أن هذه اللغة هي لغة لا تساعد على الحلول، بل تساعد على تعقيد المسألة وإخراجها من طورها وتشنج بين الأطراف جميعا. هذه اللغة كانت قبل الانتخابات ممكن أن تفيد وأن تجذب بعض الأصوات لمن ينادي بها. اليوم يجب أن تسود لغة الحوار والتهدئة مع كل الأطراف، وأن نتوجه نحو عدونا الإرهابي داعش وأن نضربه بكل قوة، وأن نحشد كل طاقاتنا من السنة والكرد نحو عمليتين أساسيتين: أولا تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على النهوض بهذا البلد، واثنين تعاون كل هذه الأطراف بهذه الوحدة لضرب قوى الإرهاب. أما لغة التخوين ولغة الحدية هذه والفرقاء السياسيين الأخوة الأعزاء نتهم بهذه الاتهامات ما تنتج حلول ولن نخرج بها بنتيجة. شكرا جزيلا أستاذ بليغ. مشاهدينا الكرام، وصلنا وياكم لختام هذه التغطية. لا يسعني في ختامنا أن أتقدم بشكر جزيل لضيوفي. انضم إلي من بغداد الأستاذ بليغ أبو قلال المتحدث باسم ائتلاف المواطن. شكرا جزيلا لك أستاذ بليغ. وأيضا الشكر موصول لضيفي من لندن أنا الأستاذ نديم العبدالله الكاتب والباحث والأكاديمي. شكرا جزيلا لك أستاذ نديم. وأيضا الشكر لعضو ائتلاف دولة القانون الدكتور عدنان السراج. شكرا جزيلا للأستاذ عدنان. وأيضا للفريق رشيد فليح قائد عمليات الأنبار انضم إلي من الرمادي. شكرا جزيلا لسيادة الفريق. مشاهدينا الكرام، حتى نلتقيكم مجددا وتغطية أخرى، حتى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.